أنا علي وعد، عضو المجلس الملكي الاستشاري الأول 1981، أستاذ متقاعد، أستاذ سيونس ناتشورال العلوم الطبيعية، في تخرج 1978. في الحقيقة لين نرجع شوي لقبل من الزيارة، قبل من الزيارة في سنة بالضبط جويلية 1986، كان مشات مجموعة نقول وافد من سكان هذه المنطقة. ديك الساعة مازال دائرة آسا، مشينا للرباط، مشينا تقريبا 120 واحد، ومشينا على أساس على أنه بغينا نشوفوا سيدنا، مطالب على رأسها إقليم طلب نساء إقليم آسا الزاق. تسمح لي ديك الساعة زمن الحرب ولا وفد؟ لا، قبل 86، بعد 86. ديك الساعة كانت تسوى الخط الدفاعي لسنتور تبنات، كانت الأمور هادئة، كل شيء دار الخط، كمل الخط الدفاع، ما بقاش، كانت الأمور هادئة. هذيك الساعة صافي بدات تنمية. هو في الحقيقة لأن المنطقة دابا إقليم آسا الزاق، راه نص الإقليم من الأراضي المسترجعة من 75، نص الإقليم. ورغم ذلك المنطقة ما استفدت من الامتياز. احنا ما نهضروش سياسيا، القبيلة معروفة، وهذا هي النقطة المهمة بمغربيتها وبولائها للعرش. والغريب على أن واحد من هذوك الفرنسيين اللي كان هنا في آسا، في واحد المذكرة ديالو قال على أن 1934، قال على أنه في حالة نشوب نزاع في الصحراء ستلعب قبائل إيتوسا دورا مهما. 1934، وطبعا هي منين الأحداث من وراء ذاك، اسمح لي واخا نرجع شوية هذا. منين نرجع للغرب، وما تعرف عندهم دراسات واستراتيجيات على المدى البعيد، وذاك هو اللي جعلهم المستعبر الإسباني والفرنسي تفقوا على عملية إيكوفيون ضد جيش التحرير، اللي كان فيها مجموعة واللي مشاو لا تقل، واللي كانوا فيها مجموعة من أبناء قبائل إيتوسا. ومنين خرج المستعمر، وطبعا راهما هما واحد، منين خرج المستعمر الفرنسي، المستعمر الإسباني شنو كان الهدف؟ خاصو يخلق واحد هو من بين القبائل، وخاصة القبائل الكبرى الثنتين في الصحراء اللي هي الرقيبات وإيتوسا، وخلقوا بينهم بعض المشادات في هذا. ومن بعد الاستعمار الإسباني ولا يخرجوا جميع أبناء القبيلة من، ونعطيك مثال بسيط، الإحصاء الأول الإسباني اللي كان في الصحراء 1934، أكبر القبائل المتواجدة، هما راهما يتناقضوا مع رؤوسهم، أكبر القبائل المتواجدة في الصحراء هي إيتوسا، عدد الخيام، عدد راه كاين منشور، يمكن لك تبحث له. الوغ في الإحصاء ديال 74 إيتوسا ما تلات كاين، أقليات، ولكن هذا باين ديال إيتوسا كانت عايشتو، يكفيك حتى باش يدخلوا الصحراء للرعي كانوا يطردوهم. يعني هذه كان واحد العدد ديال المعطيات اللي جعل القبيله من بعد ملي كان الحزام واستقرت الامور فهذا، على انها تمشي تطالب باقليم يعني يجعلها على الاقل في مستوى، ولا تستافد من اللي استفادوا به الاقاليم المجاوره وهذا هو، ولكن في نطاق وطني خالص. يعني كيف تم اختيار هذوك الرجال اللي مشاو للوفد؟ فيهم منتخبين، كل المنتخبين، انا ديك الساعه كنت النائب الاول رئيس الجماعه هون، وكل المنتخبين والاعيان 120 واحد. ديك الساعه كان جماعتين، جماعه آسا وجماعه الزاك، وتابعين لاقليم قلمي. ولكن يعني مشينا باساس، مشينا استقبلنا المطلب الرئيسي هو احداث اقليم، ولكن في نفس الوقت في هذيك الفتره درنا لقاءات مع عدد من الوزارات على المطالب وعلى هذا. علاش كنتو كطلبوا الاقليم؟ شنو السبب؟ لان الاقليم هو اللي يمكن له، وراه الملك الله يرحمه سجلت الملك الحسن الثاني الله يرحمه، من اللي جا مطالبكم كثيره
ولهذا قررنا إحداث إقليم أساساك. استقبلنا واحد الفترة واستقبلنا دريس البصري وزير الداخلية، استقبلنا أعطينا المطالب وقال ارتنا وغادي توصل لسيدنا، مطالب ديالك ما غتوصل لسيدنا. صافي فطينا جينا في حالنا، جينا في حالنا ايوا حتى بقينا واحد المدات ايوا الظروف شي بدات الحقيقه، بدات المشاكل الاجتماعيه، بدات الوقفات، بدات فهذا، بدات ما تعرف الوقت، بداو هذا الدري يتخرجوا من المدارس، ياخذوا الاجازات، ياخذوا فهذا، بداو عدد من الجنود يتقاعدوا ويجلسوا، بدا المشكل الاجتماعي. المشكل الاجتماعي علاش هنا فاسه؟ لانه كاين المتقاعدون، ابناء المتقاعدين اللي كيمثلوا نقول لك على الاقل 80%. متقاعد عنده واحد عنده الدكتوراه عاطل، جوج ولا ثلاثة عندهم الإجازة، واحد ما عنده والو، حتى تعلن على الزيارة، تعلن على الزيارة. بدينا التهيئات طبعا. ونقول لك نقطة مهمة، عرفت الأمن في ذيك الزيارة، أنا كنت من الناس الناس اللي مشرفين على الزيارة، على الترتيبات وعلى الزيارة، الآن حتى الأمن، لأن كاين النقط اللي هي حساسة باللي كيكثروا القوات وكذا كيبداو. قلنا لهم حنا الأمن، حنا نتكلفوا بالأمن، كيف حنا نتكلفوا بأمن أمننا. هيك فهمت وتعرف. واش كانت هذيك أول زيارة؟ أول زيارة لهنا كانت هذه، أول زيارة كانت وراه كانت يوم 18 وعقب تأجلت، كانت الظروف الجو كانت فهذا وتأجلت اليوم 19، وحنا بغينا هاني تتأجل اليوم 19 لأنه تعرف يوم 20 هو ديال باش تكون فهمت، هذا هو وكانت يوم 18 وجات يوم 19. غريب راه طبعا الأمن كاين، ولكن الناس وفهذا حنا درنا فهذا، درنا ناسنا، وكانوا غير ناسنا، كانوا غير ناس القبيلة. والناس طبعا كاين ناس اخرين، كاين رقيبات معنا في الزاك واحد المجموعه، كاين قبائل اخرى، ولكن كاين تركز، كاين قبائل اخرى، ولكن الاغلبيه يعني 80 ولا 90% وهادشي ما كاين. واش الحسن الثاني الله يرحمه خافي هادشي؟ راه ما توجهش قال قبيل سيتوسا، راه عارف شنو، ما خافيش شيء، هذا عارف المكون الاساسي ان شاء الله. هذه مساله مفروغ من هذا، هو اللي جعله وعارف على انف هذا. ذاك علاش انشا الاقليم وقال على انه هذه المتطلبات كلها غادي نختار انسان في المستوى اللي يجي. شوف حنا نقولوا دائما على الحسن الثاني الله يرحمه، معاه شيء، معاه ولايه، والله يعني كان واحد الاستقبال عفوي من الجميع، كان واحد الفرح يعني يمكن ترجع تقلب على الارشيف ديال الزياره كيف كان، كيف فهذا، وحتى هو كيفاش، غير الصوره ديالو اللي في المخلده راه معبره عن. هو دخل لاسا نهار 19 نهار 19 دخل في الصباح، دخل في الصباح كان استقبال رسمي. دخل هاي الدار هي فاش هذه المقابله معك هنا هي اللي كان متهيئه، دخل استراحه شويه، خرج دار مع ولي العهد والله هاك ما جمع ولي العهد، وقيل حتى الحكومه راه قليل اللي ما جمعنا، كان الكل دخل. يعني من بعد شنو الاجراء اللي كان ولا دخل؟ جا استراح شوي، خرج دار الخطاب، كان دار الخطاب، كانت الخطاب كان كمل العرس. ذكرنا بالخطاب، الخطوط العريضة في خطاب شنو؟ هو الخطاب الخط العريض فيه نقطتين. النقطة الأولى هو التوجه مباشرة الخطاب قبيلة تيتوسا، سماها بالاسم. علاش؟ لأن قبيلة تيتوسا قبيلة مغربية أولا، وطنية، تعيش بالنخوة، تعيش بالمعنى، كبرها وهالشي ما كانش خافيه،
كانش خافية، كانش خافية، كان طبعا ستان الله رحمه كان كانش حاجة ما كان خافي هذا. يعني هذا الجانب هو اللي أصل غير هذاك التوجه مباشرة، هذه كل شيء المسائل كأنها كانت بردا وسلاما. لا لا في خطاب كنتم قاعدين قدامه لكن غير مسجل؟ لا لا مباشر كنتم انتم والله يعني. لا كل شيء حتى حتى الناس، حتى الناس هاي الساحه كانت كامله، ما كانش كان في الساحه، كان في الساحه، كان في الساحه وكانت الناس كامله. يا يعني كانت كان لي باريير وكان طبعا كان هذه الصوره اللي كنشوفوا الان في الساحه، هاي الصوره اللي كانت في هذا. وثانيا نقطة ثانية في الخطاب على أنه طلعت لمطالبكم بحالك كثيرة 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 جدا، ولكن مقامكم عندي كثير وكبير، ولهذا قررت إنشاء إقليم أسزاك واختيار واختيار الرجل اللي غادي في المستوى اللي غادي يقوم. وطبعا هذه النقط المهمة في المهمة في الخطاب، يعني كان طب حل بعد 5 سنوات يعني من 86 ل 91 تحقق الحلم طبعا مطلب والله مطلب ديالك من 86 يعني اخر 86 يعني كيف تصورتوا ديك اللحظه ملي فعلا جا الملك شخصيا خطاب تسميه القبيله واعلان الاقليم كيف يعني هذيك راني قلت لك هذيك هي النقطه اللي هي محات هذيك الشعور كامل اللي كان بعدم الانصاف داخل المنطقه، بعدم من وجود الكثير من المشاكل، ذيك الاحساس على ان راه القبيله قدمت اكبر عدد من الشهداء على مستوى المنطقه وهي اقل استفاده على مستوى المنطقه. هذاك الجانب اللي هو الزياره والخطاب المباشر واللي في هذا، ذاك هو اللي جعلوه هذاك الشعور كامل اللي كان قبل من خلال من ديك 5 سنوات ولا في هذا بردا وسلاما. بردا وسلاما بردا وسلاما صغار يعني قال بانه غيعين الرجل المناسب. شكون اللي كان اول عامل؟ كان عامك اول عامل ميمون فرحاني. ميمون فرحاني وفي الحقيقه انسان ما شاء الله، انسان تكون، انسان صاحب ملفات، صاحب واجتهد، وراه الاغلبيه من المشاريع اللي كانت في الاقليم وفي هذا كانت في هذاك العام ولا عام، هو ما تعطلش مع الاسف، ولكن كانت هذيك الفتره كلها ملفات ودراسات وكذا. يكفيك على العمله اللي كاينه الان هذه اللي شفتها، وهو انا كنت معاه واحد النهار وكنا مشينا نشوفه، كانت العماله في هذه البلاصه اللي فيها لي جوندارميه اللي كانت مقر العماله، هو بدا يبني تما، ما كانش كيبني العماله، ما بناش العماله، التصميم اللي دار قال لنا نديروه قصر مؤتمرات، قصر مؤتمرات وغادي نطلبوه من وزير الداخليه باش الاجتماعات اللي غادي تكون مره مره يجيب لنا واحد الاجتماع ولا جوج على مستوى الجهه وعلى مستوى هذا باش يكون عندنا. قال لي بحال هاك اي واحد جا غادي يدعي على الاقل قرعه ديال الماء. اما قال بالنسبه للعماله احنا هنا كافينا، هذه المكاتب كافيتنا، احنا خدامين، احنا خدامين، يا دي بيرو في مكانه، الدار كان في هذه الدار، هذه هي كافيه، جانا شي ضيف راه بحالنا بحاله. من اللي كان الاصل هو هذا؟ والله لا قال لي ولكن نسيت ما عرفتش اصلا. يعني اول ملفات اللي اشتغل عليه الملفات الاجتماعيه بالاساس؟ اولا بدا بالتوظيف. بدا بالتوظيف. وفي الحقيقة كانت فيه خروقات. بدا التوظيف اللي لو كان التوظيف مشى واحد خصنا نقول له حقيقة. دخلوه من هاك ومن هاك وفي هذا، استافدوا بعض أولاد البلاد ولكن هما اللي دخلتوه مع الأسف، وماشي من العامل. ما حاش رجعنا للزيارة الملكية، كم دامت هنا في أسلام؟ نهار 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 يا استراح دار الخطاب. طبعا تلقى معكم الحسن تيمي الله يرحمه مع الاعيان، شنو الاحاديث اللي كانت كتكلم معاك؟ لا هنا ما تلقاش معنا، هنا من بعد السمو كنا كانت الهديه وكان سلمنا عليه هنا في هذيك الساحه قبل من اللي كان خارج من بعد ما
تغدات الناس ومن بعد الى بغينا نتكلموا على الرجال اللي كانوا معاكم المساء اللي كانوا معاكم من باب التكريم شكون هما اللي كانوا في الاسماء من هم القضاء نحبه ومن هم والله كان رئيس الدائرة الله يرحمه سباعي البشير كان القائد الله يرحمه سليم ويسي كان رئيس الدائرة الله يرحمه واخا كان مشى ورجع هنا فضيلي كان الحاج حمدي ويسي رئيس المجلس كان يعيش طيب في هذا كان كاينين مجموعة من رجال الخفاء في الإدارات كاملة اللي جات كان الحاج عمر الله يرحمه كوداد عامل إقليم قلميم اللي حتى هو ما شاء الله يعني بالستاف كامل ديال العمالة كانت حتى تسكنة حتى كانت تسكنة كاملة كانت عندها غير على هذيك الزيارة يكفيك على أن حتى الهدية اللي تقدمت لهنا كانت باسم تسكنة. شنو طبيعة الهدية اللي تقدمت؟ الجمل الصحراء دائما قدموا البل وكان قدمها أحمد سالك الله يرحمه وكان اقتراح من وزير الداخلية درس البصري الله يرحمه وكانت في محلها احنا كنا غادي نقدموه قال درس البصري من هذا ولأن هذه راه منطقة ديال تسكنة وفي هذا وحسن تكون في هذا وكان حتى الكلمة ديال الحسن سيدنا يرحمه وصل آباء الأبناء ديالهم طبعا هذيك طبعا شو وصلهم شنو لأن التربية هي كل شيء التربية على الوطنية والتربية على الإخلاص والتربية على إيوا بالنسبة للعلايات شكون الأسماء اللي كانت ديك الساعة؟ لا هذيك الساعة العلايات مازالوا ديك الساعة عليات والرجال رجال دابا من بعد سي علي واحد لا تمشي بينا للمسائل لا 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 قلت لك بالنسبه هذه دابا 22 سنه شنو الافق كيفاش كتشوف 22 سنه من ترسيم من عماله الاقليم واش نجحنا ما نجحناش الاخفاقات النجاحات شنو خاص واش حق فعلا انه العماله رجعت الاقليم صدرت المدن ام انها عما في الحقيقه باش نقولوا ما كاين والو نكذبوا كانت ميزانيات هائله الدوله صبت الميزانيات ما شاء الله اللي المسؤولين كاملين اللي جاوا كل واحد يحاول يشتغل يحاولوا وكاين يعني لجينا البنية التحتية مثلا من الطرق من الإنارة من الماء من الهاتف النقال والثابت من يعني تمثيلية الإدارات ولو بعض منها ما هو بذاك المستوى اللي فيه يعني كل شيء كاين لكن المشكل الكبير المطروح في المنطقة واللي مرة كيكون تكون بعض الحلول اللي هي ولكن وهو المشكل الاجتماعي اللي صرت لك ليه واللي هو الآن مطروح وباقي مطروح وهو المشكل الاجتماعي ما كاين معامل ما كاين كليات ما كاين معاهد ما كاين هذا واللي هو دائما من البداية الآن مازالت مطالب واللي هي نتمنى تتحقق المشكل الاجتماعي هو اللي مازال قائم المشكل الاجتماعي هو اللي كيف قلت لك المنطقة منطقة كلها 80% متقاعدين وأبناء متقاعدين ديال الجيش ولكن رغم ذلك سهل هو أنه الأبناء ديال الإقليم يعني يتقلدون أسماء مناصب في البلاد يعني طبعا بجهدهم وبجدهم طبعا لا الحمد لله ونفتخر وعندنا أولادنا دابا ماخذين مناصب عالية في الدولة عندنا مدير أكاديمية العيون من القبيلة عندنا السي محمد سالم الشرقاوي في لجنة القدس فهو الآن اللي القائم بإدارة عندنا محمد صالح الحمد لله اللي نفتخر بهم الأطر ديالنا اللي المهمة اللي في إدارة السجون واللي ماشي غير في إدارة السجون اللي في غير من ذاك عندنا أساتذة جامعيين العدد عندنا الأطر في الأبناك عندنا ولكن يبقى هون أساء المشكل الاجتماعي القائم هون هذا الساكنة اللي في آسة ساكنة اللي في آسة المشكل الاجتماعي هو المشكل الكبير المشكل الاجتماعي واللي حلوله لا بد لها يعني راه العام الحالي قائم على عدة ملفات
ومن ضمنها هذه ملفات ديال الفلاحة اللي يمكن لأنه الغريب على أنها هسه ما استفدت شيء من المغرب الأخضر من هذوك لي بارسيل ديال 5 هكتارات اللي تعطاو تجهزوا وهي الآن اللي خدامين عليها مع السيد العامل باش إذا كانت هذه بعد إذا كانت تجهز 5 هكتارات وتنعطى لهذا غادي يفك واحد المجموعة للخدامين على عدد ديال المعاهد واحد 3 ديال المعاهد ولا في هذا اللي واحد كاع في طير الإنجاز والثانيين مخدامين عليهم الوقت اللي كان في هذا يعني غادي تحل واحد الجانب هذه الشركات حتى هي اللي بدات إن شاء الله في هذا غادي تحل واحد الجانب يعني احنا في الطريق إن شاء الله نتمنين خير في هذا الجانب الاجتماعي رغم أن نقول لك بكل صدق على أن الناس دابا ما له واخا راه كاين إلا ما كاينش حاجة ذيك هي في الإنجاز ما يقول لك هذا الشيء ما سي علي ود شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك هذا الجيل